شوفي ليش هالضجه برا؟ شو كانكم قاعدين بسوق الهال ولا قاعدين باب الجابيه يعني؟ سيدي هدول الجماعه جايين يشتكوا، انا كنت عم بفهم منهم شو القصه قبل ما خليهم يفوتوا لعند حضرتك. ما شاء الله حولك وحوله، وامتى عيونوك مستشار لحتى تنظر بشكاوي المواطنين؟ سيدي يعني انا قصدي حتى ما نزعجكم بالشغلات الناكته. ما شاء الله عليك، شو بدهم؟ سيدي هدول ركاب بكره وجايين يشتكوا على راكب. طيب خليهم يفوتوا لشوف. حاضر سيدي. تفضلوا يا جماعه فوتوا وراي. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلين. السلام عليكم. اهلين. يعطيك العافيه سيدي. اهلين اهلين. خير يا اخي، شو القصه؟ سيدي القصه انه انا ليش عم تسالوا له بالاول؟ سالني الي انا. حجي لو سمحت عيرنا سكوتك. ايه احكي يا اخي شو القصه؟ سيدي القصة بدي اشتكي على ابو هلسان الزفير هذا يلي ما بيخاف الله وما عنده كبير الا الجمال. من جهة ما بخاف الله، اعوذ بالله، اني اخاف الله رب العالمين، ومن جهة ما عندي كبير الا الجمال فكلامه صحيح، لانه حتى الجمل بعيني صغير، صغير كثير. فكرك الجمال كبير يعني؟ حشات الذكر مالي شايف حدا قدامي، لا جمل ولا فيل ولا ديناصور، عجبك هيك؟ الكبير لازم يكون كبير بكل شيء، بعقله، بمقامه، بتصرفاته، مو هيك يا اخونا؟ حجي لو سمحت روق وخلي نفهم من الزلمه، انت بدك تشتكي ولا هو؟ انا ما بدي اشتكي على حدا، لانه الشكوى لغير رب العالمين مذله، وخاصه للحكومه. اصبح لو سمحت عيرنا سكوتك. ايه احكي يا اخي شو القصه؟ سيدي هذا الزلمه اللي واقف قدامك سبني وهامني بكلام كبير كتير، لو بيوع على جبل بيهده سيدي. وسيدي جاب سيرة والدي وأهاني رحمة الله عليه، وأنا من تم ساكت سيدي، لأنه أنا طبعي هني وبسامح يلي بسبني وبعمل حالي مالي سمعان سيدي، لأنه بالنهاية في مغفر وفي حكومة هي اللي بتاخذ لي حقي. بلشت الزعبرة، وبعد شوي بيعمل لي حاله قديس أولي، وهو حشات الذكر، حشات على نظرك أنت سيدي. حسي لا تشتكي هاته، حسي من بالله بنزلك على النظارة. حاجة بقى اهدى، كمل يا أخي، خلصني بقى. سيدي أنا صدقني ودود مع الناس كتير. لك إيمني من الناس والود والوداد تبعك، خليني بالقصة، هذا الرجال ليش سباك؟ يسلم لي البطن اللي حملك ويرحم أبوك، صحيح أنت ابن الحكومة بس باينتك فهمان، ليش يا حزرك؟ لأنه مو الحق على يلي سب الناس، الحق على يلي بيخلي الناس تسبه. كمل يا أخي، كمل وخلصني، وين تعرفت على البني آدم؟ بالميكروباص سيدي، كلياتنا اجتمعنا بالميكروباص خط سقبة. حمور يا حمور. فهمنا، خلاص بقى. اختصر يا أخي، احكي. سيدي بالمختصر هذا الزلمة سبني وجاب معدل أبي سيدي. نعم يا سيدي صحيح، أنا قلت له بالحرف الواحد، قلت له أنت كلب ابن كلب، وعيطت عليه وكنت رح أفقع من غضبي ورح أبلعه بلاه، وأنا ما بنكر هالشيء، ما بنكره أبدا. يا طيب، يعني بتعترف؟ نعم، بس خليني أشرح لك بالأول شو السبب حتى تعرف إذا كان بيستاهل ولا ما بيستاهل. شو السبب؟ يا سيدي طلع هالكلب على الميكرو من أول شارع بغداد وبإيده سيكارة مع إنه ممنوع التدخين، ولما وصلنا لموقف الأزازين كان مدخن سيكارتين وطنيات تبع الريحة القوية، وكأنه عم يدخن زبل البقر أو بعر الجمال، وما عدنا شفنا بعضنا، وأنا شخصياً سعلت طبع صدري، ضاق نفسي، احمروا عيوني، حرقوني، وهو ولا أبالي، ما له سائل على حدا. قلت له الدخان ممنوع يا أخ مشان صحتك. قال ما حدا له علاقة بصحتي. قلت له طيب إذا كان مو مشان صحتك مشان صحتنا. قال يلي ما عجبه ينزل. كزيت على أسناني وتحملته. قلت له لكان افتح الشباك من عندك حتى يتغير الهواء. قال ما بقدر، الدنيا برد، بخاف اكل نصفي. وطالع سيكاره ثالثه ودعشها بتمه، وقبل ما يشعلها فار غضبي. قلت له لك شو كلب انت؟ كلب؟ لا شك بانك كلب ابن كلب. ارمي السيكاره من ايدك، ارمي السيكاره من تمك. نعم سيدي هيك قلت له، كلب ما بنكر ابدا. مزبوط سيدي هيك قال لي.
لك شلون هيك بتقول له ها؟ شلون؟ شو الناس قدامها منك دبان؟ ما بتعرف انه هي فيها إهانة وتحقير ويعاقب عليها القانون كونها سب وشتم وقذف علني؟ خليه يحسبها مثل ما بده يحسبها. دخيلك قال إهانة قال، وليش إهانة بقى؟ ليش؟ ليش شبه الكلب يا سيدي؟ الكلب رمز الوفاء والحنية واللطافة والذوق ومثال الإخلاص والشهامة، ويا مكلاب منقذ أصحابه من غراء أو حريق. ولك يا سيدي، لما كانوا يمدحوا خليفة كانوا يوصفوه كالتالي: أنت كالكلب في الوفاء وكالتيس في قراع الخطوب. بقى يا ريت يسكت الإنسان على أخيه. مظبوط سيدي، أنا كنت بالمكروه هذا اللي صار. ومين هالشب الطحيني؟ مين حضرتك؟ شو دخلك بالموضوع وليش جاي؟ أنا جاي اشتكي. على مين؟ على هالإنسان. كمان؟ شو مشكلتك؟ هذا الإنسان سبني قدام كل ركاب المكروه وحكى كلام كتير كبير، بصراحة صرت قد الناموسة من خجلي. طبعاً يا سيدي، أنا قلت له كلام ما بنكره أبداً ومستعد عيده وأفتقه كمان. شو قلت له؟ ما بتخل تسمعوا القصة بالأول؟ لك قل لي شو القصة؟ يا سيدي، هالمخلوق قاعد جنبي مني بالميكرو لزق فيني، قال لي شلونك يا عم؟ قلت له منيح منيح الحمد لله. قال لي والله أنا عندي 4 أولاد صغار وأمه وبنتين مجوزات، ومستأجر أنا وهالولاد والمرة بيت بغرفتين، وقال ما عم يقدر ينفرد بالمرة، والمرة عم تاخد حبوب على الفاضي. بنته المتجوزة عملت قيصرية، بنته الثانية عندها دوالي برجليها، صهره بيغسل سيارات بالكازية بس حرامي، صهره الثاني بيلحق نسوان وانحبس بعمل منافي للحشمة، بنت حماه بتشتغل بالسحر والشعوذة ومسكتها الشرطة، مرته ايده طويلة بتسرق مصاري من جيبته، ولما بيختلي بمرته بيحتار كيف بده. وسألني عن سألني شو الطريقة يلي بيقدر فيها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. صار يسألني عن طريقة، قال له إنه لما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله يقضيك يا شيطان، قال لما بمد إيده لتحت التخت بلاقي هون أنا ما بقى فيني منوب، كان فيني حال وطار، طلع الدم لراسي. قلت له لك اخرس اخرس يا صرمي، ولك شبك انت شو جنيت؟ شلون هيك عم تحكي لي عن اهل بيتك وخصوصياتك وكانك بتعرفني من 40 سنة؟ قلت له فعلا انك صرماي، صرماي عتيقة، هيك قلت له، صرماي ابن صرماي، نعم هيك قلت له، انت صرماي. ايه نعم مزبوط سيدي، هيك قال لي، قال لي صرماي، وانا حسيت بالاهانة وبدي اشتكي عليه. اهانة؟ ها وين الاهانة؟ شبه الصرماي، حدا بيقدر يمشي برا صرماية وإن شاء الله يكون وزير ولا أمير. الصرماية يا سيدي إلى فوائد إذا بدي عدلك ياها ما بتخلص لبكرة. لا والصرماية مشهورة أعلامياً، أبو قاسم الطنبوري من شهره صرمايته، وسندريلا الكربوجة من شهره كندرتا. لا تروحوا لبيت، مين يا حزركن اسمه ارتبط بالصرماية من رؤساء العالم؟ بوش الشرس. ومين شلح صرمايته؟ هاي مثل هاي، مين شلح صرمايته؟ خبط فيها على منصة الأمم المتحدة وهو عم يلقي خطابه؟ نيكيتا خروتشوف زعيم الاتحاد السوفيتي. بقى أنا مالي ندمان على نعتك بالصرماية، هيك أنا. وأنا يا سيدي ما خلص لسان هالإنسان وعندي شكوى ضده. قول شو الشكوى تبعك، بس لا تنشأ بخريتي بقى، قول شو الشكوى. أنا بقول لك ليش لحتى تسأله؟ يا سيدي أنا غيرت مكاني بالميكرو من الإزعاجات، بس هالزلمة أول ما طلع على الميكرو سلخ عطسي الله مولاها، رشمتني رشم. ورغم هالشي قلت له يرحمكم الله يا أخي، ما رد ما رد ولا كأنه عدا حكى. لا وما حليله إلا إنه يقعد جنبي مثل الجحش، ومن خاره قدام منه مثل الخرطوم عم يشرشر شرشرة ومرشح رشح قاتولي، وفوق منه بده يحكي حليله الحكي، وبلش يحكي معي بصوته المخنخن وحط وشه بوشي وبلش يفتح سيارة، وكل ما حكى كلمة كان يصرخني يصرخني عصي مثل الرشاش.
ما بعرف شلون يخرب بيته ولا بيطالع محرمه وبيعطس فيها ولا شيء. قال لي اليوم طلعت من البيت وما لحق يكمل حتى عطس، عطس يغسلني فيها من فوق لتحتي، وكان يمسح منخاره بأفك أمه وما يحط إيده على تمه، وكل ما عطس كان يملي لي وشي بالرزاز وأنا عم بزوره على أساس إنه بيفهم من الزورة وبيتلملم، بس ما في خواص. ولما فتح تمه وبلش يعوي أنا كان فيني عقله طار، وقلت له ولك يا دب يا ابن الدبب، إذا كنت مرشح ومضرب على قلبك ضروري تغسلنا ببزاعك وقرفات، لك دير وشك دير وشك عني، هلكتني العمى. شو انك دب دب كبير دب ثلاثي. نعم ايه والله هيك قال لي يا سيدي، اهاني وقال لي دب يعني حش السامعين. وليش لحتى يشعر بالاهانة؟ قال اهانة قال الدب لمعلوماتك اكبر رمز بالعالم لدولة اسيوية كبيرة بتهز الدنيا، اكبر القادة الروس طالعين من تحت مظلة الدب. بقى ليش انزعجت كل هالانزعاج يا دب؟ عفوا حجي لو سمحت خليك بالموضوع وبلا التعليقات. عفوا سيدي ما بكون تسمعوني انا كمان. انت عندك شكوى كمان؟ نعم سيدي. شرف لهون او جهلك على الواجهة تفضل. وعلى مين بدك تشتكي؟ على الإنسان يا سيدي. نعم يا سيدي كمان. نعم يا سيدي أنا قلت له أنت حمار ابن حمار وجدك حمار، هيك قلت له. بس يا حجي هذا الكلام ما بيجوز. هلأ لا تقلي كلام وملام. هذا الشخص طلع على الميكرو مثل القرفان، طلع على مهله وقعد جنبي، هو عم يحاول يلملم حاله حتى ما يدق كتفه بكتفي. قلت ماشي الحال، هذا إنسان موسواس مالنا فيه، ينهجر يلمحق يصطفل ينضرب. ولما اجا بده يدفع اجرة الميكرو قبل ما ينزل قعد يدور بجيوبه حتى يلاقي فراطة. ها لا مو هون، ها لا مو هون، هني لا مو هون، ما كان يلاقي لا بالجيب الورانية ولا القدامانية ولا البرانية، وكل هالشي والميكرو واقف والشرطة عم تصفر والسيارات عم تزمر، اتعطر السير اتأخرنا عن مواعيدنا. اخونا بالله لا مو هني لا مو هون، عم يدور على 10 ورقات بعدين صاح وهو فرحان وجدتها وجدتها، وطالع 1000 ليرة وعطاها للشوفير. انا هون. اه كان عندي درهم عالي وطار من نافوخي، قلت له لك يا حمار حدا بيطلع على السيرفيس قبل ما يحضر الاجره بايده، ولك يا حمار يا ابن الحمير حدا بيعطي 1000 ليرة لشوفير ميكرو؟ أي يمكن هالشوفير ما يشتغل ب1000 ليرة ب4 أيام؟ فعلا يا سيدي انا بدي اشتكي عليه على الاهانه اللي اهاني اياها. اني اهانه هاي ليش؟ هو الحمار، الحمار رمز اكبر حزب حاكم بالعالم، حزب الحمار الديمقراطي يلي طالع اوباما وامثاله من اتباع الحمير. بقى انا من رايي خلي اخونا ينضم لحزب الحمير برتبه كر او جحش. بقى ليش لحتى يزعل اخونا؟ وليش الرفز والشنهاء يلي ما له طعمه؟ وليش لحتى يشعر هالحمار بالاهانه؟ آمنتوا بالله على هالنهار العربي. حجي بعد إذن حضرتك الاسم الكريم. أبو فارس مشموش. يا سيد مشموش شو ثقافتك بلا زغران؟ ثقافة عامة. بعدين شو بدك ثقافتي أنت؟ عمر الثقافة ما كونت إنسان. مزبوط باين عليك مخضرم وفهمان ومثقف وخايط برها وبحرها ومليان كتير، فكنت عمول يا حالي. هات لشوف انت التاني شو عم تقول لحالك. طالما حضرتك مالك قادر تتحمل الناس وكلامهم وغلاظاتهم وقلة ذوقهم حسب ادعائك، يا اخي عود ببيتك وكن.